ينضم إلي من بيروت عبر الأقمار الصناعية البروفيسور عماد مراد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أهلا بك. ومن موسكو عبر تطبيق زوم السيد رائد جبر مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في موسكو، أهلا بكم. السيد رائد، أبدأ معك. منذ أشهر ولم يتحقق إذا صح القول تحول استراتيجي كبير في المعركة في أوكرانيا، ما السبب وما تفسير صعوبة الجيش الروسي في تحقيق هذا الانتصار الكبير في المعارك؟ نعم، مساء الخير بداية لك ولضيف الكريم. يعني بطبيعة الحال نحن وصلنا إلى مرحلة تكاد تكون تقترب من جمود الجبهات، ولكن علينا نتذكر أن القوات الروسية قادرة على تجديد أدائها أو أظهرت ذلك خلال الأسابيع الماضية. يعني معركة أفديفكا مثلاً، التقدم ولو لمحدود في بعض مناطق دونباس يظهر انه روسيا قادره على المناوره اكثر من الاوكرانيين الذين يقعون الان بحاله من يعني لا اقول التراجع الكامل، ولكن على الاقل هناك نقص حاد في الذخائر والاسلحه ونقص حاد حتى في عمليات التجنيد. يعني كما نعلم ذهبت اوكرانيا اكثر من مره الى محاوله يعني تصعيد عمليات التعبئه وتوسيع عمليات التعبئه الداخليه، وحتى كان هناك تعبئه نسائيه في وقت سابق. يعني نحن امام وضع يتراجع، لذلك المطالب الاوكرانيه كانت بتسريع امدادات الاسلحه الغربيه في محاوله للوقوف امام يعني التقدم، محاولات التقدم الروسي. إنما أعتقد أنه لا روسيا ولا أوكرانيا الآن، يعني نحن في وضع أنه لا روسيا ولا أوكرانيا تريدان يعني مزيد من توسيع للمعركة. موضوع الطرفان يعلنان بشكل رسمي رفض تجميد الجبهات، ولكن حقيقة الإعلانات المتتالية من جانب موسكو بالاستعداد للجلوس إلى طاولة مفاوضات والعودة إلى الحد الذي وضعته يعني مفاوضات اسطنبول، وبعد ذلك النظر في المبادرات الأخرى بما في ذلك المبادرة الصينية، هذا مؤشر إلى رغبة روسية بأن تقف الحرب عند هذا الحال، على أن يعترف الغرب وأن تعترف أوكرانيا بالأمر الواقع العسكري والميداني الجديد في أوكرانيا. سيد عماد، لأي مدى توافق السيد رائد على أنه نحن في مرحلة تجميد المعارك وعدم رغبة الطرفين في توسيع هذه المعارك؟ وأسألك أيضا عن تفسير إذا صح الوصف أيضا صمود القرى والمدن الأوكرانية على خط دونباس الغربي رغم فشل الهجوم الأوكراني المضاد ورغم تحقيق تقدم روسي في بعض القرى مثل أفدييفكا. بداية تحية لك ولضيفك الكريم. أهلا. بالطبع هناك اختلاف بوجهات النظر. روسيا اليوم على الرغم من انتصارها بأفدييفكا بمنتصف شهر شباط الماضي، ولكن هذا الانتصار يعتبر هزيل إلى حد ما، يعتبر ضعيف. روسيا حتى اليوم تحتل 20% من الأراضي الأوكرانية، ولكن بالنسبة إلى مقارنة بين القوتين روسيا وأوكرانيا، بالنسبة إلى حجم الدولتين، بالنسبة إلى المخطط الروسي في أوكرانيا، أي إسقاط النظام أو منع أوكرانيا بالدخول بالناتو أو منع أوكرانيا من التسلح، كل هذه المعطيات تؤكد أن روسيا اليوم في مأزق، لا تستطيع التقدم، لا تستطيع التقدم باتجاه كييف. هذه الخطوط اليوم الثابتة كما قال ضيفك الكريم برضا الطرفين هي هزيمة لروسيا وليس انتصار لها. بالمقابل لا يمكن اعتبار أن أوكرانيا منتصرة بالطبع، ولكن هي صامدة في وجه عدو جبار، عدو ضخم، بانتظار الأسلحة التي ستصل أو الدعم الذي سيصل من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الناتو. وكما علمنا أن 61 مليار هو مبلغ ضخم. نعم. لأوكرانيا، يعني ضعفي ما أو أكثر بقليل ما وصل إلى إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن نحن نعلم أيضا أن هذا الجمود هو هزيمة لروسيا، بما أن 20% من الأراضي الأوكرانية أخذت من الوقت حوالي سنتين أو سنتين وشهرين
يعني للوصول إلى كييف يمكن نحن بحاجة روسية إلى سنين طويلة، والصمود مستمر، وهذا ما يؤكد أن إسقاط النظام بهذه الطريقة التقليدية من الحرب هو صعب جدا، صعب المنال. الطريقة المعتمدة من قبل الجيش الروسي طريقة تقليدية وقديمة، لا يمكن أن يحتل أوكرانيا أو يسقط النظام عن طريق المدفعية، عن طريق الجيوش الجرارة، عن طريق الصواريخ البعيدة المدى. يجب اختراع طريقة أخرى، وهذا ما يتحصن به زيلنسكي إذا وصلت طبعا الدعم، إذا وصلت الدعم وإذا وصلت المساعدات. فالأوكران والرئيس زيلنسكي والجيش الأوكراني مستعدين بشكل عام للدفاع بقوة عن الأراضي المحررة حتى الساعة. ما رأيك سيد رائد، صمود أو لنقل جمود الجبهة الروسية، عدم القدرة على إحداث هذا التقدم الكبير على الجبهة، بالإضافة إلى حديث روسيا في الآونة الأخيرة عن استعداد المفاوضات وعن ورقة اسطنبول إلى ما هنالك، هل هو دليل على ضعف في لدى يعني الجيش الروسي، ضعف لدى في الاستراتيجية الروسية في هذه الحرب، أم هو دليل على تبدل الأهداف، يعني تبدل الأند جيم كما توصف باللغة الإنجليزية؟ يعني بداية يمكن أن نتفق على أنه حرب أوكرانيا عموما كشفت أنه لدى الغرب كان هناك مبالغات كبيرة بقوة روسيا، بمعنى أن المخاوف من قوة الجيش الروسي كانت أكبر مما أظهرته هذا الحرب. نعم، هناك مشكلات جدية واجهت الجيش الروسي، ونعلم جميعا، نتذكر جميعا كيف أنه في الأشهر الأولى كان هناك يعني تعثر روسي كبير في تحقيق أي تقدم، وأنه اضطر الجيش الروسي أن يلجأ إلى خدمات قوات فاغنر وغيرها من المتطوعين وما إلى ذلك، محترفي القتال يعني في الساحات المرتزقة وما إلى ذلك. هذا كله صحيح، هذا كله لا يمكن أن ننكره، هذه من دروس الحرب الأوكرانية، وقد يعني باتت جزء كبير منها بات معلن ويناقش على مستوى الخبراء في العالم. ولكن إن تحدثنا عن مستوى التقدم الذي أحرزته روسيا، يعني روسيا تسيطر حتى الآن على أكثر بقليل من 20% من الأرض الأوكرانية. إذا تم وقف الحرب حاليا وإقرار أوكرانيا والغرب بأنه هذه أراضي روسية، يعني منطقة الدنباس وزابروجيا وخيرسون، هذه أراضي روسية، فهذا سيكون إنجاز للرئيس فلاديمير بوتين، يمكن يعني التعويل عليه داخليا، وأنه حقق الهدف الرئيسي المعلن وهو حماية السكان الناطقين بالروسية في شرق وجنوب أوكرانيا. لذلك يمكن هنا أن يغير الكرملين من بعض خططه، بمعنى ألا يذهب بعيدا نحو فكرة تغيير النظام وما إلى ذلك، بالعكس من ذلك سيواجه أي حكومة أوكرانية مقبلة ستواجه مصاعب جمة في أنه أقرت هي باحتلال جزء كبير من الأراضي، خمس الأراضي الأوكرانية، وتسليمها إلى روسيا. إذن وهذا المأزق أيضا سيندرج على المواقف الغربية، بمعنى أن بوتين حقق جزء كبير من أهدافه داخل أوكرانيا في حال بدأت العملية السلمية. أقول الآن أنه كيف يمكن صده أو صد طموحاته في منطقة البلطيق، في مناطق جنوب القوقاز، في مناطق عديدة أخرى. لذلك هذه المعضلة ما زالت قائمة، لكن أنا قصدت أن أقول أنه إذا الآن بدأت عملية مفاوضات، وهو أمر لا يوجد، يعني لم تنضج ظروفه بعد، صحيح. إذا الآن بدأت عملية مفاوضات، نعم. فهي لن تبدأ إلا إذا أقر الطرف الآخر بضم روسيا لهذه الأراضي. صحيح، نعم. طيب سيد عماد، سؤال أخير قبل أن يدهمنا الوقت وبدقيقتين لو سمحت، رغم أنه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تشدد وتؤكد وتعيد على أن دعمها لأوكرانيا مستمر، لكن نعلم أنه في الكثير من العراقيل سيما من جهة الولايات المتحدة، لأي مدى تعتقد أيضا أن أوكرانيا ستضطر للبحث بمسألة المفاوضات والجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوار في وقت قريب؟ يعني بالإضافة إلى ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية في المجلس النيابي الأخير منذ يومين، ولكن الاتحاد الأوروبي يظهر عن ضعفه في دعم أوكرانيا. من هذا المنطلق قد تلجأ أوكرانيا إلى المفاوضات، ضعف أوروبي شديد
يظهر من خلال ما تقدمه إلى على الرغم من السقف العالي الذي يواجهه دائما الرئيس الفرنسي والدول الأوروبية الغربية، ولكن هذا الضعف قد يجبر الرئيس زيلنسكي إلى التوجه نحو المفاوضات، وطبعا عليه أن يرفع السقف في هذه المفاوضات، لن يقبل بأن تكون هذه الأراضي أراضي روسية بالطبع، وإلا يعتبر مهزوما. من هذا المنطلق إذا توقفت اليوم المعارك ووضعت خطوط تماسية حدود لأوكرانيا، طبعا أوكرانيا هي المهزومة، وستنطلق بالمقابل معركة تحرير أو معركة أو انتفاضة عسكرية جديدة داخل هذه المعارك، وحتى داخل جزيرة القرم أو شبه جزيرة القرم. ولكن المساعدات الأخيرة بيّنت أن الولايات المتحدة الأمريكية والناتو ما يزالون يدعمون بشكل كبير زيلنسكي، باستثناء إذا تغيرت السلطة بالولايات المتحدة الأمريكية مع انتصار ترامب، هذه معادلة أخرى. ولكن حتى اليوم الأخير من حكم الحرب بايدن الروسية الأوكرانية طبعا. عذرا على المقاطعة سيد عماد، للأسف دهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك. إذا سيد عماد مراد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا للسيد رائد جبر مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في موسكو، شكرا لكم.